هو كان بقاله سنتين شغال في مصر، والدكتور عادل اكتر مني هو اللي مسؤول عن البرنامج ده، فيديك فكره عنه اكتر. يمكن الحقيقه احنا اعتدنا في الفتره اللي فاتت ان احنا نشوف الناس الاكثر اهتماما بالوقايه والتوعيه هو العالم بالفعل ده، دول اوروبا وامريكا هم الاكثر اهتماما بالتوعيه والوقايه. ولكن بعد دراستنا الحقيقه اول ما بدانا نشتغل في موضوع الحروق اكتشفنا ان مصر اكثر احتياجا لبرامج توعيه ووقايه من اي حد تاني، مش بس علشان هي بتقي المعرضين للاصابات من هذه الطوع او من هذه الحوادث، ولكن هي كمان ارخص اقتصاديا. يعني احنا عملنا تجربه، كان عندنا قريه في بني سويف اشتغلنا عليها علشان ما يحصلش حادثه الحريق وبالتالي الناس ما تتعرضش للحرق. فبدأنا نشتغل على البيوت نشوف ايه اللي ممكن يسبب حرائق في البيوت، نشتغل عليه، غيرنا الاسقف، دخلنا الميه لان الميه ممكن تستخدم في الاطفاء في الحرائق الصغيره، علمنا الناس ازاي يتعاملوا مع الحريق قبل الحريق واثناء الحريق وبعد الحريق ما يحصل، علمنا الناس الاسعافات الاوليه، وعلمنا الناس ازاي يتعاملوا. الفلوس اللي اتصرفت على علاج الناس اللي اصيبوا في الحرق اللي حصل في الحته اللي احنا ما اشتغلناش فيها اكتر 100 مره من الفلوس، 100 مره ده رقم حقيقي رقم دقيق، اكتر 100 مره من الفلوس اللي احنا دفعناها علشان نعمل وقايه وتوعيه في الجانب الاخر من القريه. وده الحقيقه زادنا ايمانا بهذه الاهميه. ولما كنت في اديس ابابا من حوالي سنه ونص او سنتين وعرضنا هذه التجربه، جات الحقيقه طلبات كتير من كذا حته في دول افريقيا وغيره ان هم يتعلموا الطريقه دي او ينفذوها. ولما كنا في المؤتمر بتاع جامعه الدول العربيه سياده الوزير الاردني الدكتور علي خلصات يعني واثنى على هذا البرنامج وطلب ان احنا نساعد في هذا البرنامج في الاردن، ان هم عندهم مشكله مشابهه لان هم بيدفوا البيوت بالنار في الشتاء الاردن في الشتاء برد شويه عن مصر. ازاي وحاجات بسيطه جدا ان هو الحرق برضه تحط كلها في ايد البصل جوه مش بره، ازاي البغل مش كده او ميه بقت كده على الطفل بيتحرق ويتحرق في اليوم. فاحنا شغالين بده بقوه والدعم تأهيل اكثر من 300,000 نفر في المجال ده لغايه دلوقتي، وكمان في الشعب والدعم الشعب المصري كمان. يعني فكره تماما ان هل البرنامج ده محتاج يكون بأثر افضل؟ يعني احنا نسمع حاجات في البغل اللي في محافظه مصر، نبص على البرنامج نسمع حاجات احنا بنحاول بنعمل في كل المجالات، بس هدفنا بقى الرئيسي عايزين نخلص المستشفى. بس انتوا ساعدونا بقى انشروا الكلمه ساعدونا احنا نجيب جمع تبرعات اقل في رمضان، تولوا القضيه دي لاقصى حد ممكن عشان ربنا يقدرنا. هل النظريه حاجه حمله قوميه زي فيروس زي والله يعني يجيبوا مساعدتكم. احنا بنحاول نوصل صوتنا انه القضيه دي قضيه قوميه زيها لا تقل اهميه عن فيروس زي وعن الامراض الثانيه الموجوده في مصر، فمن غير الصحافه والاعلام. Thank you.